ما في شك انه بدايه هذا العام اظهرت تحولات كبيره، الحرب في غزه وتاثيرها المباشر على الاقتصاد الفلسطيني والاقتصادات المجاوره، تاثيرها على الحركه التجاريه العالميه وحاله عدم اليقين والترقب، الى كان تاثير على توقعات النمو لمجموعه من البلدان، مما انعكس على توقعات النمو باقتصادات المنطقه. يضاف إلى ذلك تمديد اتفاق أوبيك بلس اللي كمان أيضا كان له تأثير آخر، تضاعف هذا التأثيران ل يعني تخفيض توقعات الاقتصادات العربية لعام 2024 ب 0.5%، مع الأمل أن يكون عام 25 عام إعادة الانتعاش الاقتصادي بالمنطقة. دكتور، فيما يخص دول الخليج تحديدا، هل يمكن القول أنه هناك نطاق معين لأسعار النفط ترون أنه يعد حدود آمنة لنمو اقتصادات دول الخليج؟ بالحقيقة اقتصادات الخليج خلال السنوات الماضية كانت عم تنمى أكثر بسرعة بالقطاع غير النفطي مقارنة مع القطاع النفطي. معدل النمو بالقطاع غير النفطي كان عم يفوق 4 ل 5% بعام 22، ببعض البلدان وصل إلى 7 أو 8%، وهي نسبة مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع نسب النمو العالمي في ظل هذه الظروف. ومن المتوقع أن يستمر القطاع الغير النفطي بالنمو بالأعوام المقبلة، وهذا عنصر جيد يساهم في تنويع الاقتصاد ويساهم أيضا في تخفيف تأثير تحولات وتقلبات أسعار النفط على اقتصادات المنطقة. بيبقى بالطبع أنه التحسن بالقطاع النفطي له على القليل تأثيرين أساسيين، بيعزز الاحتياطات الأجنبية، بيحسن الحساب الخارجي، وأيضا بيرفع من قدرة الموازنة. وهون أيضا خلال السنوات الماضية شفنا أنه هناك كان في مجهود من قبل دول الخليج متفاوت بالطبع لتنويع مصادر دخل الدولة، وهذا أيضا عنصر إيجابي يساهم بإعطاء استقرار أكثر ونظرة متوسطة المدى للإدارة الاقتصادية في دول الخليج. طيب، حتى لو ذهبنا وربطنا أيضا ذلك بخفض الفائدة المتوقع في النصف الثاني من هذا العام، هل سيتفوق تأثير ذلك يعني على أي عامل مرتبط، وهنا أعني بشكل خاص السعودية التي تتحمل الحصة الأكبر من تخفيضات إنتاج النفط الطوعية، هل عامل الفائدة سيكون داعم رئيسي للقطاع الخاص وبالتالي يعني يغطي أي أثر سلبي ربما يعني ينعكس بشكل سلبي على نمو اقتصادات الخليج؟ إذا نظرنا للأشهر الماضية بنشوف إنه بعد بداية حرب غزة كان هناك انحسار بتدفقات رؤوس الأموال، إنما عادت هذه التحويلات والاستثمارات لتنشط مع نهاية العام الماضي مع بداية هذا العام. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني، اليوم مستويات أو قدرة الدول الناشئة على الدخول للأسواق المالية رجعت تحسنت، توقعات استقرار وتراجع أسعار الفائدة اللي هي مرتبطة بنجاح السياسات النقدية لتخفيض مستوى التضخم العالمي، التحسن النسبي اللي عم نشوفه بالاقتصاد العالمي، كلها عوامل بتساعد على تعزيز الاقتصاد وخاصة الاقتصاد غير النفطي. اخدين بعين الاعتبار أن دول الخليج تمكنت من المحافظة على مستويات ضئيلة من التضخم مقارنة مع مناطق أخرى، وتحرك الفوائد فيها مرتبط بتحرك الفوائد خاصة بالولايات المتحدة، إذا كان هناك من تراجع تدريجي للفوائد الأمريكية سينعكس ذلك إيجابا على الفوائد بدول المنطقة. دكتور، هل تتوقعون زيادة إصدارات الديون في المنطقة في العام الحالي لدول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط؟ ربما يكون هناك اختلاف في حاجات تمويل هذه، لكن هل تتوقعون يعني لجوء يعني دول المنطقة إلى أدوات الدين لتلبية حاجاتها في دعم المشاريع التنموية التي تدعم النمو الاقتصادي فيها؟ بالحقيقة سؤال كثير مهم. هون يجب التفرقة بين الدول اللي هي متوسط الدخل بنسميها الدول الناشئة ودول الخليج. دول الخليج هناك نشاط وحركة بعملية الإصدارات، أكان إصدارات السندات
أو الديون، وأيضا كمان في نشاط بحركة الأسهم. الدول الناشئة بسبب تداعيات الحرب على غزة سيكون هناك ارتفاع بالحاجات التمويلية الخارجية من حوالي، يعني التمويل الخارجي ككل من حوالي 156 مليار إلى حوالي 186 مليار، أي بارتفاع 30 مليار. يعود ذلك لتراجع ميزان المدفوعات في مجموعة من هذه الدول. لذا نتوقع أن يكون هناك طرح أكبر لسندات الخزينة، إنما يبقى الأمر مربوط بعدة عناصر. العنصر الأول هو وضع الأسواق المالية العالمية، وخاصة أنه 2024 بالرغم من التحسن هي سنة فيها درجة عالية من الترقب. اثنين، الأوضاع لكل بلد، وهون كل بلد يجب أن يؤخذ على حدة. ثلاثة، تأثير هذه الأزمة خاصة على تدفقات أو التحويلات، أكان من خلال حركة السياحة اللي هي بتشكل عنصر أساسي بمجموعة من الدول، والتدفقات الاستثمارية الأخرى اللي هي متوقعة أيضا بعدد من دول المنطقة. لهذا السبب اليوم نحن أمام مرحلة من المتوقع أن يكون هناك طلب إضافي أو عرض إضافي إذا بدي أقول لإصدار سندات أو للاستدانة، إنما هذا بيتحدد بحسب طيب المعطيات الاقتصادية اللي اليوم غير يعني قادرين على التحوط لها نظرا للتقلبات ونظرا لعدم اليقين من خلال أو بسبب الحرب على غزة. دكتور، يعني الجميع يترقب مراجعة صندوق النقد الدولي ل يعني برنامج مصر، دعم مصر. ترددت معلومات عن زيادة محتملة للقرض، ما حجم هذه الزيادة؟ وهل هي يعني مرتبطة بشرط تحريك الجنيه أو خفض الجنيه؟ الحقيقة هناك حاليا فريق من قبل الصندوق يعمل مع السلطات المصرية على المراجعة الأولى والمراجعة الثانية للبرنامج. مثل ما بتعرف هدف البرنامج هو حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، وهون تحرير سعر الصرف ضروري لأنه هو بيحمي من كل المخاطر الخارجية، المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وخاصة معالجة مشكلة التضخم اللي أصبحت مشكلة أساسية إلى بعد اقتصادي وإلى بعد اجتماعي. ثلاثة، إعادة إطلاق الاقتصاد اللي اليوم توقعات النمو بتقول إنه لن ينمو بأكثر من 3.5% ليعود إلى مستويات نمو 5 و6%. كل هذا بيتطلب مجموعة من الإجراءات للاستقرار، مجموعة من الإصلاحات لإعادة تفعيل الاقتصاد والازدهار الاقتصادي بمصر. هذا طيب ما يعمل عليه فريق الصندوق. مثل ما بتعرف تمويل الصندوق مرتبط بدعم برنامج إصلاحي. لهذا السبب عندما تكتمل يعني عناصر المراجعة بيتم تحديد شو هي الحاجات التمويلية، وعلى أساسها بيتحدد شو حصة الصندوق من هذه الحاجات التمويلية. طيب خفض الجنيه هل هو مفيد في الوقت الحالي؟ يعني دائما نتحدث أنه أزمة مصر متعلقة بالصدمات الخارجية، الصدمات ما زالت مستمرة التي يتعرض لها الاقتصاد المصري. هل الظروف الحالية تفرض متطلبات جديدة من الصندوق على مصر تلبيتها؟ هل هناك شروط خضعت لبعض التعديلات؟ بالحقيقة هي مش شروط أكثر ما هي اليوم حاجات. اليوم نحن بعالم في ترقب، في تقلبات كتير كبيرة. اقتصاد مثل الاقتصاد المصري اللي عنده قدرة، عنده إمكانات، عنده طاقة بشرية، يجب أن يكون أكثر قادرا على خلق مساحة اقتصادية أكبر من خلال التصدير. يعني رفع مستوى التنافسية بالاقتصاد، رفع مستوى دور القطاع الخاص بالاقتصاد، تعزيز الاستقرار من خلال تأمين العملات الأجنبية للقطاع الخاص اللي يمكن أن يتحرك، معالجة مشكلة التضخم اللي هي عنصر أساسي. مثل ما بتعرف هذا الأمر أساسي لأي مستثمر، أساسي لأي استقرار. هذه هي العناصر الأساسية اللي اليوم عم يتم النقاش حولها. وبالطبيعة أي اقتصاد هو جزء من كل، منه جزيرة معزولة. لهذا السبب بدك تاخذ بعين الاعتبار من جهة التحولات اللي عم يصير وتأثيرها، ومن جهة أخرى شو الأفاق اللي ممكن أنت تقدر تحققها. ما في شك أن الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية كان عم يتأثر، تأثر بحرب أوكرانيا، عم يتأثر حاليا بمخاطر التجارية بالبحر الأحمر وبحرب غزة اللي هي على حدود مصر. لهذا السبب ضروري أن يكون هناك إجراءات أو سياسات بتحافظ على الاستقرار، وضروري أيضا أن يكون هناك عملية تفعيل للاقتصاد. الاقتصاد المصري عنده القدرة على النمو بأكثر من 4 و5% سنويا، بحاجة إلى مرونة أكثر
وهون سعر الصرف، مرونة سعر الصرف هي الأساس. تونس ولبنان بشكل سريع دكتور، هل من تقدم؟ بالحقيقة ما يعني، إن كان مع تونس هناك علاقة مستمرة، وأيضا مع لبنان هناك مساعدات تقنية لتونس وتعاون بين الحكومة التونسية وصندوق النقد. صندوق النقد هو بطبيعة الحال يعني يستجيب إلى طلبات المساهمين، أو إذا بدي أقول أعضاء الصندوق، عندما يكون هناك طلب من قبل تونس الصندوق سيكون على هبة الاستعداد. فيما يتعلق بلبنان، مثل ما تعرف كان في هناك اتفاق مبدئي، هناك بعض عناصر هذه الاتفاق تتطلب مجموعة من الإجراءات، والصندوق أيضا هون على تعاون. ما في شك أن الاقتصاد اللبناني تأثر سلبا بحرب غزة، تأثر إنسانيا، تأثر اقتصاديا، ومن الضرورة المحافظة على الاستقرار الاقتصادي بلبنان.